السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنسوش يا شباب، كل فيديو من الفيديوهات اللي بنعملها هيبقى عليه مكافأة. يوميا هنختار فيديو من الفيديوهات اللي بننزلها كل يوم وبنعمل عليه مسابقة بقيمة 10 روبل. مطلوب منك لايك وتعليق وان شاء الله تبقوا من الفائزين باذن الله. النهارده يا شباب معانا موقع تعدين لسه جديد اديله 4 ايام لعمله البيتكوين. الموقع زي ما انتم شايفين بيدينا 1000 جيجا هاش هديه عند التسجيل. الحد الادنى للسحب 10000 ساتوشي والحد الادنى للايداع 100000 ساتوشي. ده شكل الموقع يا شباب. هنا بيقول لك انترجم كده باللغه العربيه. هنا بيقول لك متوسط الاستثمار 100000، الاعضاء مسجلين، استثمارات اللاعبين. تمام يا شباب، هننزل تحت كده. هنا بيقول لك الموقع ده 4 ايام ودي احصائيه الموقع يا شباب. 10% الاحاله. دي معلومات عن الموقع تقدروا تعرفوا منها كل حاجه وهو كاتب مجاني. وهننزل تحت كده يا شباب نلاقي هنا اخر سحوبات وايداعات في الموقع. هنا اهو اخر سحوبات واخر ايداعات يا شباب في الموقع. وده كده شكل الموقع من الخارج. هنيجي بقى للداخل يا شباب. طريقة التسجيل بنيجي من هنا بنحط الوان البيتكوين، بعد كده بنحط باسورد وبنعلم على الشروط وبنعمل تسجيل كده بقى حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب من لودينج عنوان البيتكوين والباسورد وبنعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل. زي ما انتم شايفين الموقع بدأ يعدل معانا، وادي الألف جيجا هاش اللي عندنا، وادي هنا كاتب لنا ايه الكسب اليومي. في اليوم هيكسب، في اليوم كده يبقى المكسب ايه 1000 ساتوشي في اليوم يا شباب، او 10000 ساتوشي. هو كاتب المكسب اليومي 10000 ساتوشي يا شباب. عامة هنيجي بقى لشرح بقية الموقع. طبعا دي لوحة القيادة. بعد كده لو احنا هنعمل ايداع من هنا يا شباب، الايداع من هنا يا شباب هندوس هنا كده. يا شباب بناخد العنوان دوت، العنوان ده، وبنرسل له عليه 100000 ساتوشي. وهنا بيقول لك العمليه بتتم في 3 خطوات. بعد كده يا شباب بنيجي من هنا وليز دروم للسحب، بتحط هنا يا شباب بيقول لك اقل حاجه هنا اهو 10000 ساتوشي. بتحط هنا المبلغ وبتعمل ويز دروم. طبعا العنوان بتاعك محفوظ عندهم. نترجم كده باللغه العربيه. هنا كاتب ايه رسوم السحب، بياخد 2000 ولا 200 ساتوشي رسوم السحب. حد الأدنى يا شباب 10000 ساتوشي. بعد كده عندنا السحب بالتاريخ والإيداع بالتاريخ، ومن هنا الإحالات يا شباب. رابط الإحالة أهو بيديك 10% على أي حد يودع عن طريقك. وبكده يا شباب يكون انتهينا من شرح النهاردة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. وما تنسوش يا شباب تشتركوا في المسابقه، التعليق واللايك في كل فيديو بنعمله. والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.